السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة، والبداية بالعناوين. تجسيدا لالتزامات قائدي البلدين لتعزيز التعاون المشترك، الجزائر وإيطاليا توقعان على الاتفاقية الأمنية الجديدة، تماشيا والتحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود. من منبر مجلس الأمن: الجزائر تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، وتطبيق عاجل لقرار محكمة العدل الدولية حماية للشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية خلال جلسة طارئة حول الأوضاع في فلسطين. وعلى الأرض مجازر متواصلة في حق المدنيين العزل بغزة، والتلفزيون ينقل مشاهد الوضع الإنساني الكارثي الذي يفضح فظاعة احتلال يستخدم التجويع وسيلة تقتيل في مخطط الإبادة. وزير الاتصال يشدد على أهمية التقيد بأساسيات العمل الصحفي الرياضي والتحلي بالمسؤولية المهنية للارتقاء بالأداء الإعلامي خلال لقاء تنظيمي مع الصحفيين الرياضيين. نتابع في النشرة: وعشية اليوم العالمي للمناطق الرطبة، نستكشف في النشرة التنوع البيولوجي لبحيرة داية المرسلي بوهران، ثراء إيكولوجي وملاذ بيئي للطيور المهاجرة. تقبل الله صلاة الجميع، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى التفاصيل. بداية وتجسيدا للالتزامات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، أجرى اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد محادثات موسعة مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتي دوسي، توجت بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في مجال التعاون الأمني بعد مراجعتها قصد تكييفها مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، حيث سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق الجهود بشأنها لا سيما المخدرات والاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة الإلكترونية وكذا حماية الطفل. باعتبار أن الجزائر بوابة إفريقيا وإيطاليا بوابة أوروبا، العلاقة لن تكون إلا في المستوى التي تلزمه هذه العلاقة الطيبة وهذا الجوار، وخاصة أن إيطاليا كانت دوما بجانب الجزائر في قضايا عدة أثناء حرب التحرير، والكل يذكر موقف أنريكو ماتاي، وأثناء كذلك الظروف الصعبة التي عشناها في التسعينيات. إذن هذه العلاقة الطيبة لابد أن نعززها أكثر فأكثر، فزيادة على القضايا الأمنية، والحمد لله اليوم باعترافه أن هناك صفر مهاجر إلى إيطاليا، هذا شيء عظيم نظرا لتوافق الرؤى ونظرا للعمل الدؤوب الذي يقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي هنا لإبعاد هذه الظاهرة العابرة للقارات، الجريمة العابرة للقارات، الاتجار بالمخدرات بالبشر. إذن كل الحمد لله هذه قضينا عليها من جميع الجوانب بنسبة أكثر، إنما لابد أن نبقى يقظين. Oggi, come avete visto, abbiamo sottoscritto un accordo importante. وقعنا اليوم اتفاقا بالغ الأهمية حيث نوليه عناية قصوى، والأهم ما سيأتي بعد هذا الاتفاق، لأن هذا التجسيد في الواقع يعد الإطار لتعاون كبير بين أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية في البلدين، ويكمن التعاون الفعال في مجابهة والتصدي لظواهر إجرامية بالغة الخطورة مثل الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر والجرائم الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا. كما اتفقنا أن يكون هناك تنفيذا سريعا لهذا الاتفاق وأن نلتقي مجددا قريبا. وفي الواقع فإن الصداقة العميقة والمترسخة التي تربط إيطاليا بالجزائر أبعد من هذا الاتفاق. إن إيطاليا تعتبر الجزائر شريكا بالغ الأهمية في كل المواضيع الاستراتيجية
التي تعني منطقة المتوسط. هذا واستقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتي دوسي. المحادثات تناولت مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه. من منبر مجلس الأمن الدولي وبلهجة قوية قوة اعتناقها للقضية الفلسطينية، رفعت الجزائر أمس من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة. الجزائر وعلى لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أكدت أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة في وجه الفظائع المرتكبة حاليا بغزة، داعية إلى التعجيل في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية حماية للشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية. إلهام عشير. رفعت الجزائر بالصوت العالي من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على غزة. فمن على أقوى طاولة أممية طالبت الجزائر بوجوب إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية لمعاقبة الكيان الصهيوني، لأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، تؤكد الجزائر. يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر دعوة حدوث انتهاكات الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة. إن هذا القرار التاريخي يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة. لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة. لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة الآن بغزة. مثل ما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية. كلمات السفير بن جامع بحقائقها الموثقة تناولت الوضع المزري في غزة والذي يدخل شهره الخامس، مجددا دعوة الجزائر إلى الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي. إنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما إنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير. لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. سيد الرئيس، إن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار. لا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن. لا بد من وقف إطلاق النار فورا. وعلى كل من يعترض على ذلك
أن يساءل ضميره ويراجع إنسانيته. إن ما يحدث في غزة من فضائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة. جلسة مجلس الأمن الطارئة اليوم التي عقدت بطلب من الجزائر وفق تعليمات رئيس الجمهورية شكلت في فحواها عارضة أخرى في وجه الكيان الصهيوني، يقف معها القانون الدولي بكل هيئاته ومؤسساته أمام المسؤولية الإنسانية والأخلاقية له. وفي تطورات الوضع بغزة، ولليوم 18 بعد المئة كثف طيران الاحتلال الصهيوني من غاراته على دير البلح والنصيرات وسط القطاع، مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى. وزارة الصحة بالقطاع أكدت أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة خلفت 150 شهيدا و313 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. كما اقتحمت قوة الاحتلال فجر اليوم للمرة الثالثة ساحة مستشفى الأمل بخان يونس وأطلقت وابلا من الرصاص على المرضى والكوادر الطبية قبل أن تنسحب، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. يحدث هذا في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من مجاعة شاملة عبر كامل القطاع، مشددة على مخاطر جمة ستترتب عن وقف تمويل منظمة الأونروا. وعلى مشارف الشهر الخامس من العدوان الصهيوني الهمجي، لسان الحال في غزة وضع إنساني كارثي يزداد قتامة في ظل التضييقات والعراقيل التي يمارسها ويفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. مراسلنا من غزة أسامة بوزيد. هكذا يتباهى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير المنازل والمربعات السكنية بعد مرور 17 يوما بعد المئة من العدوان. فمدينة خان يونس ما زالت تعيش أبشع صور الإبادة كباقي محافظات غزة من حصار مطبق من جهاتها الأربعة، وسط إطلاق للصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص حتى على المستشفيات وطواقمها التي تعجز عن الوصول للجرحى. المستشفى محاصر بالكامل، بالإضافة إلى ما يقارب إلى 7000 نازح موجودين في المستشفى منذ 7 أيام حتى هذه اللحظة. لم نستطيع من إرسال المواد الطبية والإغاثية بالإضافة إلى الطعام وحليب الأطفال. جرائم يحاول الفلسطينيون دفنها مؤقتا كهذه المقبرة الجماعية الجديدة بمدينة رفح جنوبي القطاع، والتي تضاف إلى عدد كبير من المقابر كتلك التي اكتشفت في بيت لاهيا شمالا بعد انسحاب آليات الاحتلال، وتضم نحو 30 فلسطينيا مكبلوا الأيدي ودفنوا في أحد المدارس في الشمال. يعني منذ قرار المحكمة اليوم حوالي 400 شهيد سقطوا، وبالتالي سياسة استهداف المدنيين، سياسة تدمير المنشآت المدنية، سياسة حصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود ومنع حتى حركة الطواقم الطبية، هذا هو استكمال لجريمة الإبادة الجماعية. حرب إبادة تتواصل في ظل تحركات فلسطينية على الأرض، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ يطالبون بوقف المجازر المرتكبة بحق عائلات بأكملها، وذاتوا يلبسون أكفانهم للتعبير عن المذابح التي اقترفها الاحتلال ويمكن أن تقترف أيضا في أي حين. يأتي ذلك وسط تطلعات فلسطينية للتحرك الجزائري في مجلس الأمن الدولي بعد قرار الجنائية الدولية. أنا جيت أنا بنتي حاملة كفنها على إيدها، مشروع شهادة، في أي لحظة ممكن طيران الاحتلال يقصفنا، حتى وإحنا بنسق في الفعالية هذه اللي هدفها توصل صوت الفلسطيني، الأم الفلسطينية النازحة اللي فقدت بيتها، فقدت زوجها، إحنا أصبحنا أمهات شهداء، أخوات شهداء، زوجات شهداء، سيد حفيدات شهداء. الموقف الجزائري الأخير في مجلس الأمن الدولي لربما سيكتب بالتاريخ الفلسطيني بمداد من الذهب حقيقة، ولن ينسى شعبنا الفلسطيني هذا الموقف العظيم. فعندما يأمن الاحتلال الإسرائيلي العقاب فإنه حتما يزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا العدوان المستمر منذ أكثر من 117 يوما. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في إطار اللقاءات الدورية لتنظيم مهنة الإعلام والتي دأبت على تنظيمها وزارة الاتصال، أشرف اليوم وزير القطاع محمد العقاب بالمركب الأولمبي محمد بوضياف على لقاء جمعه مع الصحفيين الرياضيين، حيث شدد على ضرورة التقيد بأساسيات العمل الإعلامي الرياضي وما يترتب عليه من مسؤولية مهنية من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي. وخلال اللقاء الذي حضره وزير الشباب والرياضة ورئيس سلطة الضبط السمعي البصري إلى جانب مديري المؤسسات الإعلامية وأساتذة جامعيين ومختصين، أثنى العقاب على جهود الإعلاميين الرياضيين في مرافقة الفرق الوطنية خلال تنقلاتها المختلفة، آخرها كان كوت ديفوار والبطولة الإفريقية لكرة اليد بالقاهرة. هذا اللقاء طالو كان مبرمج في الحقيقة، كنت مبرمجه، ولكن مش هذا هو وقته. الأهداف اللي صارت مؤخرا بعد إقصاء الجزائر من الدور الأول يعني في كأس إفريقيا والتعامل الإعلامي مع القضية هو اللي خلاني يعني نتعجل بهذا اللقاء. علاه؟ لأني أنا شخصيا لاحظت، أنتم أنفسكم لاحظتوا، النواب هنا موجودين كل ما نروح للبرلمان يحكموني وحكموا الوزراء السابقين قبلي، المواطنين هم يكتبوا، لاحظوا أنه فيه ما يمكن تسميته بين مزدوجتين انفلات في الإعلام الرياضي، انفلات في المعالجة، انفلات في كثير من القضايا. إذن هذا الانفلات ينجر عنه أو قد ينجر إذا استمر، قد ينجر عنه خلق توتر اجتماعي. إذن خاصة القنوات مدعوة إلى الالتزام أكثر من غيرها يعني بأدبيات وأخلاقيات المهنة أكثر من غيرها، والمتدخلين سواء كانوا إعلاميين أو ضيوف معنيين يعني بضبط على الأقل ضبط اللسان، يعني اختيار الكلمات، انتقاء الكلمات. أحيانا وصلت الممارسة في الإعلام الرياضي أننا لدرجة ونقدر نقول أن الأمن القومي ولا في خطر. إذن الإعلام الرياضي مدعو أنه يأخذ يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات. في الانشغال الصحي، نظمت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمكافحة السمنة بالجزائر ملتقا طبيا حول مرض السمنة بحضور وزير الصحة عبد الحق سايحي. الملتقى حضره أطباء مختصون حذروا من ارتفاع معدل السمنة ببلادنا والمضاعفات الخطيرة التي تتسبب فيها كأمراض القلب والكبد والسكر والأمراض النفسية، كما أكد المختصون على ضرورة الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الأنشطة البدنية بانتظام تفاديا لمرض السمنة. وزارة التجارة راهي معنية، وزارة التربية معنية، وزارة الصناعة معنية، وزارة الفلاحة معنية. هذه القطاعات راح نصدروا عن قريب ديزانسيريمون جوريديك، مجموعة من الوسائل التنظيمية اللي راح تحد من تنظيم الأكل هذا العشوائي بصورة غير منطقية، وريحة تحدد مسؤوليات كل قطاع. يبقى قطاع التربية وهو القطاع الهام في مجال تربية الأطفال والمراهقين والشباب. نظن في هذا المجال وزارة الصحة راح تلعب دور، خاصة أن وزير التربية وهو يكلمني البارحة مستعد أنه يقدم حتى دروس في هذا المجال للأطفال. صحيا دائما، وفي إطار جهود الدولة الرامية لضمان تكفل صحي أمثل بالمواطن، استفاد مواطنو دائرة سيق بمعسكر من مصلحة جديدة للاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية من شأنها المساهمة في الحد من تنقل المرضى إلى مناطق مجاورة. محمد سلمي. بواحدة من المرافق الصحية التي تم تشييدها بولاية معسكر، تأتي الاستعجالات الطبية بسيك كمشروع توسعة للمؤسسة الاستشفائية التي أضحت تقدم خدمات عمومية لمواطن الدائرة والمناطق المجاورة. أنا مواطن نسكن في منطقة نائية من على سيك، وبوي عندها ضيق تنفس في أي اليوم مرض، جبتها هنا فوت سمرهم قائمين بالواجب الحمد لله. حنا بكري كنا نروحوا تل معسكر، وكنت مريضة جيت قاموا بيا ريحت الحمد لله.
بارابور اللي كنا من قبل ودرك ماشي كيف كيف، الحمد لله راه كاين تطور كبير من ناحيه الاطباء، من ناحيه الممرضين، من ناحيه الادويه، راه كاين كلشي الحمد لله يا رب. وعندنا الاجهزه الجراحيه، عندنا اجهزه طب العيون، تقريبا عندنا جميع الاجهزه. وبالنظر لموقعها الاستراتيجي المحاد للطريق السيار شرق غرب والطريق الولائي رقم 4، فان هذا المكسب من شانه تحقيق مجموعه من الاهداف في طليعتها تقريب مرافق الصحه من المواطن. المناطق التي تتضمن عليها الخدمات الصحيه وهي منطقه سيق ودوائر الثلاثة المحيطة، وهي دائرة عقاز، دائرة زهانة، ودائرة سيق، وبما في ذلك الجميع المناطق النائية. ولهذا الأساس ارتأت المؤسسة توفير خدمات صحية بما فيها جميع التخصص الصحية. نسجل 205 يعني صل دسوة على مستوى كافة يعني التيريتوار نتاع هذه الولاية، كما نسجل يعني دي بولي كلينيك فونكسيونيل اون اش 24، عندنا 22 تقريبا هذه اللي تخدم بهذا النظام. وفي الافق تتطلع ولايه معسكر الى استحداث 4 مرافق كبرى على مستوى 3 دوائر، وهي معسكر، البرج، والمحمديه. ودائرة جامعة بالمغير هي الأخرى تتدعم بمشروع مستشفى 120 سريراً الذي يعد من الهياكل الصحية الهامة من خلال إسهامه في ترقية الخدمات الصحية، حيث بلغت الأشغال به نسباً متقدمة. مصطفى هتهات. بنسبة إنجاز تصل 90%، يدخل مشروع مستشفى 120 سريراً بدائرة جامعة الذي عرف تذبذباً في وتيرة الإنجاز المرحلة الأخيرة من الأشغال. نسبة الأشغال حوالي 90%، كل ما يخص الشبكات والأشغال الكبرى منتهية بنسبة 100%. نحن في اللمسات الأخيرة، أما فيما يخص الأشغال الخارجية فهي في طور الإنجاز. وكان يعرف بعض التأخر في بعض العراقيل، وفور تحويله إلى الولاية الجديدة تم حلحلة جميع المشاكل، وهو الآن في وتيرة جيدة بنسبة 90%، ويلتقى باستلامه إن شاء الله في السداسي الأول من السنة الجارية. المستشفى الذي ينجز على مساحة 1.4 هكتار صمم ليضم العديد من المصالح الاستشفائية وقاعات للعمليات وجناحا للاستعجالات، إضافة إلى مخابر التحاليل الطبية والأشعة. وإنجازه يعتبر الانشغال الأهم لسكان جامعة في قطاع الصحة بالنظر لأهميته في الارتقاء بالخدمات الصحية بالدائرة. مستشفى 120 سرير الذي انتظره الساكنة هنا في دائرة الجامعة بفر الصبر، أكيد عندما يدخل حيز الخدمة سيقدم خدمات جليلة للمواطن وستستفيد منه كل الشرائح تاع المجتمع. ويعتبر مستشفى جامعة واحدا من الهياكل الصحية التي تعمل الدولة على تعميمها تدعيما لمنظومة المؤسسات الاستشفائية التي تستجيب لانشغالات المواطنين وتضمن خدمات صحية في مختلف التخصصات. في القطاع الفلاحي وبهدف رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المردود، أزيد من 480 مستثمرة فلاحية بولاية غليزان استفادت من عملية الربط بالكهرباء الريفية. كاميل حموم. هي عينة من المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية التي استفادت من عملية الربط بالكهرباء الريفية بولاية غليزان بعدما كانت تعتمد على وسائل قديمة في إنتاج الكهرباء. عندي 6 هكتارات و 46 عار غارس فيها تشينا 700 صدرة، وعندي 80 صدرة مشماش، وعندي 4 هكتارات وشي دايرها القرناع. وحنا مزيد لنا الفراش والدوله دخلت لنا تريشنيتي مجانا من عند الدوله، عاونتنا كلشي الدوله معاونتنا، ما نعطيكوش نخدموا بالمازوط. الفلاح بكري كان يغبن من العسل، المازوط، الموتير، يخاف السرقه، يخاف من لان الكهرباء. وثم من قرارات الرئيس من خلال الكهرباء المناطق الريفية خاصة الفلاحة. هذا ويعرف برنامج الكهرباء الفلاحية نشاطا غير معهود، حيث استفادت عدة مستثمرات فلاحية من ربطها بشبكة الكهرباء. قامت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الشركة الوطنية للغاز والكهرباء لولاية غليزان بربط 480 مستثمرة
مستثمرة بالكهرباء الفلاحية برنامج 2021. هذه المستثمرة تم ربطها عبر شبكة كهربائية بلغ طولها 244 كيلومتر وانطلاقا من 243 محول كهربائي. هذه العملية انطلقت شهر مارس 2022 وانتهت بنهاية شهر ديسمبر 2023. إذن هي تسهيلات وإجراءات تحفيزية للفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي، من شأنها تطوير الزراعات الاستراتيجية تحقيقا للأمن الغذائي. وتجربة ناجحة في زراعة الحمضيات شهدتها ولاية برج بوعريريج عكسه المردود الوفير لهذه السنة، وهذا بفضل آليات الدعم والمرافقة، يقول سعيد بلونيس. تشغل السلاسل الجبلية على جمالها ورونقها مساحة معتبرة شمال ولاية برج بوعريريج حيث تسيطر أشجار الزيتون، إلا أن فاكهة جديدة جاءت لتزاحمها لونا وإنتاجا، إنها سيدة التحلية بمائدة الجزائريين هذه الأيام. قلنا سنسيو نديرو تشينا ونشوفو كيفاش، من بعد درنا تشينا صلحت الله يبارك، يعني بيع مليحة صالحة ولا صالحة بيع، وكان مازال عندنا الأرض وكان نزيد ثاني نغرسو ثاني كبر الحالة. ومشكل عندنا شي مشكل في الماء لازم الفرج لازم يكون كبير، بس كل مكان الفوق ما كانش، كان تحت من بعد بعيد فيها وقلع 250 متر. تجربة تؤتي أكلها كل يوم، ولعل الملاحظ بقاء الحمضيات عموما لمدة أطول لفضاءات العرض لدى الفكهاني، سيما البرتقال واليوسفية، وبأسعار معقولة نظرا لوفرة المنتوج ونوعيته وتحكم الفلاحين في تقنياته ومرافقة الدولة عبر عديد البرامج. كاينه نجحات كي تنحيها تقدر تبقى لك شهر هكذا ما تخافش منها، اسمها حاجه اللي تعطيك الوقت باش تبيع. المهم كاين حاجه صالحه، حتى وما كانش تشينا كاين قارص، ما كانش قارص كاين بومبلوموس، ما كانش المهم كاين اخدم برك وكاين الخير. وحنا اليوم في صدد كيما يقول لك اتمام برنامج الكهرباء الفلاحيه، رانا وصلناها للجنان هذا وهي على طول واد محجر. قد تتخصص بعض الولايات في منتوج معين، الا ان هذه الارض وبفضل عبقريه فلاحيها التي سقت اديمها عرقا رغم شح سمائها لها القابليه في انجاح شتى التجارب. ووسط تدابير صحية مشددة لمكافحة داء الحمى القلعية وفي ظل تعزيز الرقابة البيطرية، فتحت أسواق الماشية أبوابها بولاية البيض. المتابعة مع مصطفى دحاوي. بعد قرار فتح أسواق المواشي بولاية البيض، وهذا بعد تقييم الوضعية الوبائية ضد الحمى القلعية وتطويق جميع الإصابات بالتلقيح الشامل، مما جعل الموالين يبدون ارتياحهم في القضاء على هذا الداء الذي لحق بالثروة الحيوانية. حل السوق اليوم كانت الدنيا تعاني في مشاكل وفي أزمة، وكي تحل السوق هاي تجيب طريقة قانونية وزيد بالزيادة الفاكسة، راهم فاكسرنا البقري، والدولة قامت بالتلقيح الأبقار وقامت بالإجراءات اللازمة، فتحوا لنا السوق اليوم وهم ثاني منظم، وكاين اليوم ثاني ان شاء الله البياطيره تاع قسم الفرع الفلاحي هم هنا عند الباب يخدموا لنا ويعاينوا في المال اللي صحيحه اللي مش صحيحه اللي، وخدموا لنا سيرتيفيكات وبارك الله فيهم. جمله من التدابير والحملات التحسيسيه تسهر عليها الفرق البيطريه عبر اسواق الماشيه للحفاظ على عدم تنقل العدوى وسط هذه المواشي. نقوم بعمليه تحسيس للمواله ومربي الابقار والاغنام بضرورة التقيد بالإجراءات الصحية لمنع انتشار الحمى القلاعية. من هذه الإجراءات التي نقوم بها هي اشتراط شهادة تنقل قاطع للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية. تم تلقيح 19611 رأس بقر عند 2178 موال، ومع استقرار الحالة الوبائية عيد فتحت أسواق المواشي عبر الولاية. جهود متواصلة من طرف السلطات المحلية للحفاظ على مردودية الثروة الحيوانية باعتبارها موردا اقتصاديا هاما في البلاد.
في المغرب واقع اجتماعي مأساوي يعيشه الشعب المغربي بسبب أزمة العطش التي تعرفها العديد من المناطق خاصة منها النائية نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها نظام المخزن بتقديم حلول وهمية ما ينذر بانفجار اجتماعي وانهيار اقتصادي وشيك. مشروع نظام المخزن الوهمي لحل أزمة العطش يضحك المغاربة، انظروا من استنزف المياه. المغرب أو مملكة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال الجنسي للأطفال هي المرادف أيضا لمملكة الأكاذيب والضحك على ذقن الشعب. ففي محاولة مضحكة لتهدئة غضب المغاربة العطشاء وفي إطار استراتيجية التعتيم أعلن المخزن عن بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة. نعم هكذا روج للكذبة الكبيرة. دايما هكذا احنا عايشين على الكاميرا. الناس نعسة وأنا كنفكر بكسيبة ديالنا وكنفكر في والديا كيموتوا بالعطش. علاش؟ باش حنا ماشي من حقنا نشربوا الماء. ويتأكد المشروع الوهمي حين نعلم أن الشركتين المملوكتين لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش هم من سيقوما ببناء المحطة. كيف لا يحصل على الصفقة وهي تقدر بمليار ونصف مليار دولار؟ وأنا أقول دائما أن حكومة عزيز أخنوش هي حكومة شركات. أتسي أخنوش سيدنا وسيدك الرسول الله أنت أخنوش ماشي أخنوش. إضافة إلى ذلك فإن هذه المحطة لن تعمل إلا في عام 2030 وهي خدعة أخرى. مزيان موارد تعبئة موارد جديدة للماء ولكن نهار الجمعة داز سقط 15 مليار درهم لشركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة. ماذا تقولون؟ علاش الثروة ديال أخنوش بقات غادا طالعة؟ هكذا تنهب أموال المغاربة وهم يعيشون أزمة جفاف غير مسبوقة منذ سنوات. كنوض حتى الصباح وقسم لك بالله فاش كنوض الصباح ما كنلقى حتى نقطة ما نجبدها وقسم لك بالله ربي اللي شاهد عليه كنضربوا عليه. عرفتي الناس اللي قدوا يسهروا حدا البير راه كيسهروا كيتسناو بنقطة حتى تخرج. المشكل اللي برك عارف الماء المشكل كامل بصفة عامة في المغرب كامل. ويواصل نظام المخزن زراعة القنب الهندي والأفوكادو واللذين يستهلكان كميات كبيرة من المياه غير آبه بأزمة العطش التي تهدد البلاد بانفجار اجتماعي واقتصادي. أنا شوف نبنت لكم هذا الأفوكادو هي اللي فيها البركة خليوها. وزراعة فاكهة الأفوكادو مثلا تمتص سنويا حجم مياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي وشركات زراعة صهيونية تستثمر فيها. ونختم نشرتنا مشاهدينا بالثراء الإيكولوجي الذي تسخر به الجزائر لنستكشف عشية اليوم العالمي للمناطق الرطبة أنواع الطيور المهاجرة ببحيرة ديت المرسلي بولاية وهران ضمن خرجة ميدانية نظمتها محافظة الغابات. وهبة علالي. بحيرة دايت مرسلي بوهران هي موطن شتوي للعديد من الطيور المهاجرة لا سيما طيور النحام الوردي. اليوم جينا رفقة الجمعية اليوم باش زرنا المنطقة السياحية وين متواجدين طيور عرفونا على أنواع الطيور. كان منظر جميل جدا يعطي شعور بالراحة للإنسان. دايت مرسلي والتي تعتبر مدخل ولاية وهران وكذلك تكتسي لأهميتها التاريخية والدلالة وكذلك تعتبر مرآة ومدخل لولاية وهران. حنا كجمعية رانا نديرو حملة توعوية تحسيسية على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات تقوم بمحاضرات وكاع ونقوم كذلك بخارج ميدانية نجيبو هنا المتمدرسين نجيبو هنا الطلبة تاع الجامعة نعرفوهم بهذا الإرث الطبيعي هذا النحام الوردي اللي يعتبر صنف محمي بالمرسوم التنفيذي رقم 1235 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير أليفة المحمية. وفي سياق عملية الإحصاء الشتوي شرعت محافظة الغابات لولاية وهران في جرد أهم أنواع هذه الطيور. والآن نحن بصدد الإحصاء الشتوي للطيور المهاجرة. الطيور المهاجرة هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة في تزايد مستمر و
وذلك بحضور عدة أصناف مختلفة كالنحام الوردي وبط الشهرمان وأبو حذف، والذي أغلبيتها مصنفة بتصنيف المشرع الجزائري ومحمية بمراسيم تنفيذية. عند توفر الأجواء الملائمة يعني والتوفر الغذاء والمناخ تقوم يعني بالتوطين. وتأتي هذه العملية ضمن اهتمامات الجهات المعنية لحمايتها باعتبارها مولدا سياحيا واقتصاديا هاما تسخر به الجزائر. ختم النشرة مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. تجسيدا لالتزامات قائدي البلدين لتعزيز التعاون المشترك، الجزائر وإيطاليا توقعان على الاتفاقية الأمنية الجديدة تماشيا والتحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود. من منبر مجلس الأمن، الجزائر تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار بغزة، وتطبيق عاجل لقرار محكمة العدل الدولية حماية للشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية خلال جلسة طارئة حول الأوضاع في فلسطين. وعلى الأرض مجازر متواصلة في حق المدنيين العزل بغزة، والتلفزيون نقل مشاهد الوضع الإنساني الكارثي الذي يفضح فظاعة احتلال يستخدم التجويع وسيلة تقتيل في مخطط الإبادة. وزير الاتصال يشدد على أهمية التقيد بأساسيات العمل الصحفي الرياضي والتحلي بالمسؤولية المهنية للارتقاء بالأداء الإعلامي خلال لقاء تنظيمي مع الصحفيين الرياضيين. وعشية اليوم العالمي للمناطق الرطبة، استكشفنا في النشرة التنوع البيولوجي لبحيرة دايت المرسلي بوهران، ثراء إيكولوجي وملاد بيئي للطيور المهاجرة. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.